في هذه الرحلة أنا حضرت في هذا المسرح 3 حفلات كل واحدة أحلى من الثانية. في هذا المسرح أنا شفت إبداعات فن وطرب. في هذا المسرح حسيت بحب، حسيت بعشق مع زوجتي. شكرا مصر، شكرا، ألف ألف شكرا. ان شاء الله اليوم عندنا يوم عظيم جدا مليان البروجرام. هنبدا في بوكا، جو مره حلو مره رهيب، جميل المحل. ايش رايك؟ ما بزعلش ما بفتكرك، بلاقي كل ما تامل ماضينا ما كانش في حاجه تقول ان احنا هنكملوا. بعد الليالي والايام من شوقي اليك، والله ازاي هون عليك كل شيء في البعد. بعترف قدام عينيك من النهاردة انا عمري ليك، بعترف قدام عينيك من النهاردة انا عمري ليك. الى كل اللي موجودين في القاهرة، الى كل الناس اللي مخططين يجوا القاهرة، بوكا 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 رهيب. شوف كيف الخبر. وضيفي النهاردة لمبة في نيون مصر. الطبخة دي معمولة ازاي؟ هو ده اللي احنا النهاردة هنسهر معاه، الريسبي بتاعت عمر خيرت. راجل بيعزف وبيألف موسيقى فخمة بس بسيطة وتدخل القلب، موسيقى راقية عالمية وفي نفس الوقت شعبية، توليفة مش موجودة إلا في موسيقى، حفلات استثنائية. عمركم شفتوا في بلدنا ناس تقف طوابير طويلة عشان تدخل حفل موسيقي بيانو؟ عمر خيرت الموسيقار الأشهر والأكبر والأهم، ليس في مصر ولكن في العالم، موسيقى لا يختلف عليها كثيرا أحد. يتميز بالهدوء والاتزان، ورث الفن والإبداع أبا عن جد، فهو ابن عائلة فنية كبيرة حتى النخاع. اليوم لعمر خيرت كده يعني. في حفلة اليوم عمر خيرت، شوفوا كيف الموضوع. انك انت تحضر حفلة عمر خيرت اكتر من انك انت مجرد انك انت تسمع موسيقى، انت بتجسد فيلم سينمائي بروحك، تغمض عينك تستمتع بكل نغمة في كل تون، توديك في ناحية ثانية غير انك انت المحل اللي انت جالس فيه. ابداع فوق 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 ما تتصور. يمكن هذه ثالث مرة ممكن تسمع نفس الاغنية وبرضه نفس الحاجة، بتعيش نفس الجو. هذه الحاجة ما لها اي كلمة غير حاجة واحدة، الله يحمي الله يحمي الله يحمي. وعذرا ممكن يكون تصويري سيء، ممكن ما اصور، ممكن ما اعرض اي حاجة من هذا الشيء في هذا البلوج، لكن في الاخير الاحساس اللي من جوا لازم واحد انه يعيشه، لازم لازم نفسي اصور بكاميرتي بس شكله ممنوع. يلا شوفوا المكان، شوفوا احنا فين جالسين، شوفوا شوفوا فين شوفوا فين شوفوا Thank you.
في هذه الرحلة أنا حضرت في هذا المسرح 3 حفلات، كل واحدة أحلى من الثانية. في هذا المسرح أنا شفت إبداعات فن وطرب، في هذا المسرح حسيت بحب، حسيت بعشق مع زوجتي. شكرا مصر، شكرا، ألف ألف شكر. حفلة رائعة، حفلة من الخيال، حفلة جميلة، حفلة ما أقدر أقول إلا غير الليبل العالمي للوطن العربي. Thank you عمر خيرت. انبسطت من نشوفكم في اخر يوم. باي.